السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في كل مكان في الأرض، أهلا بيكم من المحيط للخليج، أهلا بيكم من آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا وكندا وكل مكان في الأرض في العالم كله، من الشرق للغرب للشمال للجنوب، أهلا بيكم كلكم على بعضهم كده، أهلا بيكم جمهوري المتواضع جدا، جمهور نداء ربيع، وأحلى لايك عليكم وأحلى صباح عليكم. انا حبيت اصبح عليكم كده على الصبح، اقوم الصبح كده اقول لكم احسن صباح عليكم واحلى صباح على كل جمهور في الدنيا، جمهور ربيع، جمهوري المتواضع. اما بقول جمهوري المتواضع جدا لان انا بحبكم جميعا، وانتم كمان احلى جمهور في الدنيا من كل مكان في الارض، من كل مكان في هذا الكوكب، كوكب الارض العظيم. تمام، انتظرونا يا جماعه في حلقات جميله جدا 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 من هنا لكتير جدا، من ترفيه وغنى وتمثيل وكوميديا وتحديات وسؤال للناس وحاجات كده في منتهى الروعه، يعني في حاجات، كل حاجات خاصه بالترفيه يا جماعه، وكل حاجات خاصه بالحاجات الجميله جدا جدا جدا. واحلى صباح عليكم واحلى جمهور في الدنيا واحلى شعب في الدنيا، ما تسربوش. والناس اللي بتبعت لي تعليقات يا جماعه ايه الحاجات دي يا جماعه، ده ليها قصه لوحدها، دي بحكي لكم حلقة ليها، والناس اللي بتقول لي دي ايه، فانا برضو هطلع اقول لكم حاجات من كده يعني. فانا طلع اصب عليكم النهارده واحلى صباح عليكم. ويا جماعه اللي عجبه الفيديو ده اهو اللي انا بصب عليه وشافني يعمل لي لايك، يعني كده يدعمني كده يفرحني اللي هو شافني، ما يبقاش كده في القناه وخلاص. والناس اللي عايزه تتكلم معايا يا جماعه وعايزانا اتكلم معاها لو حتى في التليفون، ونزلها الفيديوهات بتاعتها في التليفون على القناه دي، مفيش مشكله، يكتب لي رقمه في التعليق، يكتب في التعليق وانا هكتب له، هبعته له على الخاص. تمام، احلى صباح عليكم. انا طالع النهارده اصبح وانا مش عايز اكتر في الكلام واقعد اقول ورا 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 ورا، لا لا لا، انا عايز اقول صباح الفل، جود مورنينج، دبرا فتشرا، هاي، ازيكم؟ يلا بقى، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وباي باي.